D1FM 91.2. المرحلة الانتقالية معروفة، البرتغال وراها الاتحاد الأوروبي وما أدراك من الاتحاد الأوروبي، دامت 7 سنين المرحلة الانتقالية. ففي تونس ربما مدوا 10 سنوات المرحلة هذه الانتقالية، وفي المرحلة الانتقالية ما تكونش راهي الخريطة السياسية واضحة ونهائية، تتغير. معناها اللي يكون القوة السياسية تكون الأولى تصبح في شهر تولي هي الثالثة ولا الرابعة، وإنه فما أحزاب اندثرت راهي، كما حزب التكتل كان تقريبا حزب الثاني ولا الثالث في الانتخابات نتاع 11، اليوم تقريبا ما عادش موجود. سي بي ار تحول الى تقريبا 4 و5 الى اخره، بحيث هي وضعيه وقتيه باش نلقاو فيها القديم والجديد، نلقاو فيها احيانا اشياء مغلوطه. معناها يقع تضخيم في حجم قوة سياسية وهي حكايتها فارغة، وفما قوة سياسية أخرى يقع تقزيمها أو نفيها وهي تلقاها مهمة وعندها امتداد. كيفاش ترى المستقبل على ضوء التوافق اليوم بين النهضة والنداء وبين زوج زعامات سياسية في البلاد، الباجي قائد سبسي ورشد الغنوش؟ المستقبل اليوم مادام وقع اختيار التوافق، معناها حزب النداء اللي عملوا الرئيس الباجي قائد سبسي ونجح نسبيا في الانتخابات باش يكون باش يوقف الهيمنة المطلقة نتاع النهضة، معناها خلق قوة سياسية موازية لحزب النهضة، يعني قرروا انهم ما يتواجهوش، يتوافقوا. لحد الان التوافق ايجابي ولا سلبي؟ لحد الان نجم نقولوا ايجابي، معناها جنبنا التوترات والتشنج والتجاذبات اللي عشناها قبل الانتخابات. لكن الى اي حد سيقع المحافظه على هذا التوافق، انا راه من الصعب، لانه اللي دفع ثمن التوافق هو النداء، شفتوا تفكك كما حصل للسي بي ار، كما حصل للتكتل وقت اللي تحالفوا مع النهضه، لانه الـ 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 الانصار النداء اللي انتخبوا النداء اغلبيتهم هم مش موافقين على التوافق.